مع بداية القرن العشرين امتلكت الدول الصناعية القوة المحركة الفعالة لتسيير عربات مدرعة كانت في البداية تسير على عجلات. ومع أن بريطانيا بدأت بإنتاج عربات مدرعة عام 1903 وتبعتها فرنسا عام 1908 ثم ألمانيا عام 1912 وأطلق عليها اسم المصفحات، فقد رفض أكثر تلك النماذج من قبل المسؤولين لبدائيتها وسهولة وضعها خارج المعركة بنيران المدفعية والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي دفع المصممين إلى تطويرها لتتناسب مع جميع الظروف المحيطة بها. اليوم سنعرض لكم أكثر المدرعات التي تم تطويرها واستخدامها في جميع المجالات. فينيك، المركبة الألمانية الخفيفة، ويعني اسم هذه المدرعة أحد أنواع الثعالب، وتلفظ باللغة الألمانية فينيك، وهي مدرعة استطلاع خفيفة بأربع عجلات تنتجها الشركة الألمانية بالشراكة مع شركة أنظمة مركبات الدفاع الهولندية كراوس مافاي فيخمان. تم تصميم هذه المركبة عام 1997 وتطويرها وصولاً إلى عام 2000، وبدأ إنتاجها عام 2001 وما زال يتم إنتاجها إلى الآن. دخلت الخدمة العسكرية عام 2003 وشاركت في حرب أفغانستان. يصل سعر الواحدة منها إلى 1,600,000 يورو مع التسليح الكامل، وتزن تقريباً 10.5 طن، مع طاقم بثلاثة أفراد ومحرك ديازل بقوة 239 حصاناً. تصل سرعتها إلى 115 كيلومتراً مع نظام تعليق رباعي الدفع، ومجهزة كذلك بمعدات مراقبة واستطلاع ليزرية وحرارية ومجسات استشعار. يأتي تسليحها بمدفع هاون 81 ملم ومنصات صواريخ ستينجر وقاذفة ورشاش بعيار 12.7 ملم، كما يمكنها العمل منفردة وبشكل مستقل لمدة 5 أيام. كما وحصلت شركة FNSS Defense Systems التركية على حق إنتاج هذه المركبة بعد أن حصلت على ترخيص في عام 2004، ويتم في الوقت الراهن تطويرها على يد كل من الجيش الألماني والجيش التركي والجيش الملكي الهولندي. الدول التي تمتلك هذه المركبة هي ألمانيا وهولندا وقطر. عربة هامفي هي سيارة عسكرية أمريكية متعددة المهام وعالية الأداء والأكثر استخداماً لدى القوات الأمريكية على الإطلاق. فأينما تجد الجنود الأمريكيين تجد الهامفي، ولقد صنعت أساساً لحاجة الولايات المتحدة لاستبدال عدد من سياراتها العسكرية القديمة بأخرى حديثة عالية الأداء. في السبعينيات أدركت الولايات المتحدة الأمريكية حاجتها لعربة عسكرية عالية الأداء لاستبدال عدد من العربات العسكرية الحالية، وخاصة سلسلة سيارات الجيب العسكرية M151. وفي عام 1979 ظهرت الهامفي للوجود عندما أصدر الجيش الأمريكي المواصفات الأولية لها، وحالياً تعد هي السيارة العسكرية الأكثر استخداماً لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم تصديرها لعدد من الدول الأجنبية كتركيا وإسرائيل ومصر والجزائر والسعودية والعراق وإسبانيا والمكسيك. ولقد أثبتت الهامفي أنها أكثر أداءً وفاعليةً وأماناً من سيارات الجيب العادية، إلا أنها وأثناء الحرب على العراق أظهرت نوعاً من اللافعالية أمام الألغام الأرضية، مما حذى بالخبراء لتدارس هذه الظاهرة. نقاط الضعف: الهامفي معرضة لكل أنواع الاعتداءات من إطلاق نار وقذائف الهاون وقنابل الار بي جي، والتي يمكن أن تسبب إصابات خطيرة، بالإضافة إلى إطلاق النار من المشاة. أثبتت السيارة أنها عرضة لأنواع مختلفة من القنابل التي يمكن العثور عليها على جانب الطريق كالعبوات الناسفة والألغام. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام الرشاش على سطح السيارة عرضة للغاية للقتل، على الرغم من أن الجيش الأمريكي يقوم حالياً باختبار نظام الحماية الخاصة لمطلق النار من الجانب بلوحة معدنية من 45 إلى 60 ملمتراً وزجاج مضاد للرصاص. صنعت سنة 1984، يصل سعر الواحدة منها إلى 65,000 دولار، وهذا إن كانت غير مدرعة. أما إن كانت مدرعة فيمكن أن يصل سعرها إلى 140,000 دولار، وتصل سرعتها كذلك إلى 113 كيلومترا في الساعة كحد أقصى. تعتبر مارودر من أقوى المركبات المدرعة والمضادة للألغام في العالم. يتم إنتاج هذه المركبة من قبل مجموعة بارموينت في جنوب أفريقيا، وقد تم إطلاقها في عام 2007 خلال معرض الدفاع الدولي آيدكس في خلال أحداث مؤتمر أبوظبي، والذي يعتبر أكبر معرض للأسلحة في الشرق الأوسط.
تمتاز مارودر بمحرك الديازل الذي يأتي بقوة 300 حصان، أما قدرة التحميل فتصل إلى 6 أطنان، ونظام الدفع فهو رباعي أو سداسي، وقدرة القيادة تصل إلى مسافة 700 كيلومتر من دون الحاجة إلى تعبئة وقود الديازل مجدداً. كما تتوفر مارودر على محرك آخر من تصنيع شركة مان بقوة 240 حصاناً. يتم استعمال هذه المركبة من قبل عدة جهات عسكرية وجهات حفظ السلام في العالم، وهي تتميز بمقصورتها الواسعة القادرة على استيعاب 10 ركاب بالغين مع السائق. وقد تم تصميم هذه المركبة كمدرعة أصغر من المدرعات العسكرية التقليدية، وذلك بهدف القيادة على الطرقات العادية وبين الأحياء مع سرعة قصوى تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة، مع المحافظة على القدرة الفائقة للسير على الطرقات الوعرة والأسطح غير الصالحة للقيادة. الهيكل الخارجي المزدوج السماكة والفائق القوة يؤمن الحماية للركاب داخل المقصورة ضد الرصاص والقذائف، وذلك وصولا إلى الدرجة الثالثة من القذائف مع القدرة الهائلة على اختراق الجدران السميكة وتفادي العبوات الناسفة. كما يمكنها الصمود أمام انفجار يصل وزنه إلى 8 كيلوغرامات من مادة TNT بحسب التصنيف العالمي للقوة الدفاعية. تم تصميم مارودر بطريقة تسمح بتركيب أنظمة الدفاع المتعددة مع أسلحة متنوعة، بما في ذلك البنادق والرشاشات الخفيفة والمتوسطة وصولاً إلى المدافع الرشاشة وقاذفات الصواريخ وحتى الهاون. كوغار عربة محمية من الكمائن مقاومة للألغام، هي فرد من عائلة مركبات القتال المدرعة، والتي صممت من أجل الحماية من الهجمات بالعبوات الناسفة والكمائن التي تتسبب في معظم حالات القتل الأمريكيين في العراق بنسبة 63%، مما اضطر الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007 فقط إلى إنتاج حوالي 10,000 نوع مثل هذه المركبة بتكلفة أكثر من 500,000 دولار أمريكي. تتكون هذه المركبة من 7 أفراد، 2 في الأمام و4 في الخلف و1 في البرج، ويمكن إضافة مقعدين إضافيين، كما أنها تمتلك دروعاً على الجانبين من نوع تنسايلون، ويمكن تركيب أنواع كثيرة من المدافع الرشاشة على برجها، كما أن عجلاتها مصفحة كذلك. وفي يونيو عام 2008 ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الهجمات بالقنابل على جوانب الطرق أدت إلى انخفاض الوفيات بنسبة 99%، وهذا يرجع بشكل جزئي لمثل هذه المركبات. وقد قال الجنرال ريك لينيش، والذي كان قائداً لفرقة في بغداد لوكالة الولايات المتحدة، أن هذه المركبة أجبرت المتمردين على بناء قنابل أكبر حجماً وأكثر تطوراً، وقد تطلبت هذه القنابل مزيداً من الوقت والموارد لبنائها وإعدادها، والذي أعطى فرصة أفضل للقوات الأمريكية لاصطياد المسلحين في العمل ومن ثم مهاجمتهم. مدرعة أوشكوش هي مدرعة تكتيكية عالية الحركة وعالية الحماية، مصممة خصيصاً للبيئات العدائية مثل أفغانستان، وهي عربة قتالية سريعة مقاومة للألغام. تشتمل على نظام التعليق المستقل من طراز تيك 4 لتوفير حركية ثابتة ومتينة. فبالنسبة للبيئة القتالية الصعبة والطرق الوعرة والجبلية وصعوبة التنقل، احتاج الجيش الأمريكي إلى مثل هذه المدرعة لتكون خفيفة وسريعة الحركة وعالية الحماية ضد الألغام التي تزرع على جوانب الطرق، والتي لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للقوات الأمريكية في أفغانستان. تعمل في كافة الأحوال الجوية وتخدم وظائف مثل القيادة الذاتية والتحكم بالأسلحة عن بعد ونقل القوات ونقل الأسلحة، كما أنها تمتلك نظام القذائف تو المضاد للدبابات، وتأتي أيضاً مع مدفع M240 ماشين جون، وحتى أنها تستخدم كسيارة للإسعاف. تحتوي على 5 مقاعد، والمنطقة الخلفية محمية مخصصة لنقل المعدات، ويصل وزنها إلى 14 طناً مع طاقم ب11 فرداً. قدر ثمن المركبة الواحدة ب470,000 دولار، ويختلف السعر صعوداً بحسب التسليح وطلبات الزبون. تستخدمها قوات العمليات الخاصة الأمريكية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكرواتيا وبولندا. المدرعة البرمائية BVS-10 فايكينج هي عربة نقل جنود هجومية برمائية تستطيع القتال في البر والبحر. مهمتها مساعدة المشاة في الوصول إلى ميدان المعركة بسلام وتوفير الدعم لهم عند الحاجة، وهي صناعة إنجليزية سويدية مشتركة تم صناعتها عام 2003. تتكون من 4 أفراد في المركبة الأمامية و8 أفراد في المركبة الخلفية،
تصل سرعتها إلى 65 كيلومتراً في البر و5 كيلومترات في الماء، وتأتي بمدفع رشاش ثقيل من عيار 12.7 ملم، ومدفع رشاش خفيف من عيار 7.62 ملم، ومدفع هاون وقاذفات قنابل دخانية تستطيع حمل 10 أطنان من المعدات والتجهيزات والذخيرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.